مش مهمه الانتخابات هذه اكثر من الانتخابات الرئاسيه واكثر من الانتخابات البرلمانيه، خاطر مش بركة باش نعملوا هالساس اللي باش نبنيوا عليه البلاد، الساس اللي هو الساس نتاع قوانين ونتاع اجراءات، لكن في نفس الوقت باش ننتخبوا من داخل المجلس الوطني تاسيس الرئيس. هي الحكايه تبدا في 23 اكتوبر كل شيء يمشي. اذا اقتنعت بينا وعجبك برنامجنا خبيها عندك باش نهار الانتخابات تعمل كروع على النمله. بارك الله. انتخابات في العالم الكل، تجارب الكل، إن كانت تجارب انتقال ديمقراطية أو تجارب ديمقراطية عادية، تنجح وقت اللي تكون فما مشاركة نسائية كبيرة. هذه نقطة أولى. والنقطة الثانية، بكثير من التجارب تبين أن وجهة نتائج الانتخابات في كثير من الأحيان تحددها المرأة، المرأة اللي يقوم عليها الاقتصاد العائلي، المرأة اللي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والكثير من الإحصائيات ما تاخذهاش بعين الاعتبار. المرأة اللي وقت اللي تلتزم بالحق تلتزم. المرأة التونسية كانت ديما جزء من الحياة، ما كانتش ركلوي يعني، وكانت محصورة في بيت مخبية وقت مقاومة الاستعمار. كان عند المرأة دور فعال وشاركت في حركة المقاومة. نظرا لاضطلاع المرأة بكل هذه الأدوار والمسؤوليات، كان من السهل على بورقيبة فرض قوانين الأحوال الشخصية اللي تقبلت من غير رفض كبير من طرف المجتمع. حسب رأيي في الفترة البورقيبية وبعد تفاقم الأمر في فترة بن علي، ولات السياسة توظف في قضية المرأة. معناها المرأة في عهد بورقيبة ولات حجة تبريرية لسياسة الرجل وحجة تبريرية لسياسة الدكتاتورية. بعد مع بن علي ولات المرأة يعني ولات المرأة صورة مشرقة يحب يوريها خاصة للخارج، باش يغطي على قمعه لكافة عناصر المجتمع بما فيهم النساء. قبل ما نتعدى للفترة هذه لازم نذكر اللي راهي المرأة كانت جزء هام من الثورة التونسية، فيهم الشهيدة وفيهم اللي خرجت المظاهرات، وما نحكيوش على اللي تعمل البلوغ وعلى اللي تنشط على الفيسبوك وعلى المناضلات اللي ناضلوا في حقوق الإنسان وفي الأحزاب السياسية. وفي رأيي أنا هذوم كل لعبوا دور يعني باش عملوا هالاختمار الثوري. تونس اقتحمت شوط لا بأس به، يعني مرحلة لا بأس بها في تحقيق المساواة أو الاقتراب من المساواة بين الرجل والمرأة. فطبعا رأينا في الهيئة العليا لتحقيق هدف الثورة أن نواصل المسار هذا وأن نثبت مبدأ المساواة على مستوى القانون الانتخابي، حتى أننا جعلنا من هذا المبدأ مبدأ إلزامي، يعني تسقط القائمة إن لم تحترم مبدأ التناصف. نعمل في السياسة على خاطر نعتبر اللي الشأن العام هو شأن كل تونسيين. كنت ديما نقول هي بلادي كما بلاد الناس الكل، وقبل الوقت اللي كنت صغيرة كنت نقول هي بلادي كما بلاد بورقيبة مش بلادو، هي بلادي كما بلاد بن علي، وبالتالي كل مواطن عنده الحق باش يتابع الأمر هذا. كنا يزمنا نعملوا حاجة تاو تونس، يزمنا نقفوا باش نشدوا البلاد، يزمنا نقفوا لتونس ايسي كوم سا بدات لي زيدي. كل مرة تجي فكرة كل مرة تجي فتا حتى جاي الحزب العمل التونسي. وقت اللي وقع اتصال بيا من قبل حركة النهضة ما نجمش نقول ليه، على خاطر هما حركة نعرفهم من قبل، من اللي أنا عمري 19 سنة وأنا موجودة معاهم.
حسيت من واجبي باش نرفع المظلمه اللي واقعه في حق حركه النهضه في تونس. وقت اللي بديت دخلت في لي موفونس بعد 14 معناها انديبوندونت شاركت في معناها لي موفونس اللي بعد 14 لينيشيتيف سيتويان اسي دو ديفيزيون الون دو لافون نداء من اجل قطب ديمقراطيك. امنت في داخلي انه يلزم يكون فما ان كونتربوا. خممت مش باش نقعد نكت في يديا نشوف جمعية ننشط فيها، ما حبيتش نرجع نتحزب. كي وقع الاتصال بي وكل ما نجمش نوخر، خاطر معناتها موجودة حلول، موجودة حلول، أما ما نجم يعملها كل اللي يفكر في الناس، كل اللي قلبها على الناس هذي المهمش، ما نجمش يعملها لك واحد هو مرتاح ويكدس في الفلوس. أغلبية النساء المترشحات للسياسة كانوا يخوضوا حملة انتخابية لأول مرة في حياتهن، ورغم أن الأغلبية تاع المترشحات جو من محيط نضالي ومحيط نضالي طلابي أو محيط نضالي من المجتمع المدني، إلا أن العمل السياسي يختلف، وبالتالي كانوا يخوضوا حملة انتخابية لأول مرة بصعوباتها وبتحدياتها. نشارع البيئة وبعد نمشيه فرونتيير حي الفتح حي ضبط الصف. الزين شد علينا رئيس 23 سنة يسرق فيه ودخلوا عمرهم ودخلوا لحبوسات، أكيد لك تعرف ألف واحد دخلوا لحبوسات وكل سنة في حبوسات. أنا مع النهضة دمي أنا النهضة أزرق وواحد هاي يعطيك صحة عمل لم 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 دونك هذايا الشباب اللي تراو فيه معايا دونك سي توس دي بينيفول وكل يوم نخدموا في الخدمه هذيا دونك دو ماتان او سوار افيك اون بوز ديجني. احنا عندنا بيرو في اريانا متكون من ديفيرونت بيرسون، كل واحد في البيرو خدا اون تاش. دونك في البيرو عندي كلكان كي ريسبونسابل دو ريزو دونك اون ا بارتاجي لي ديفيرونت معتمديات نتاع ولايه اريانا، حطينا فيها ريبريزونطون في كل بلاصه. بالنسبة لي مصلحة تونس فوق كل اعتبار. اليوم نجم نكونوا نسينا ناس، نجم نكونوا في المسار هذايا تعبنا، نجم نكونوا ما عرضناش شوية على بعضنا على مشاعرنا، لكن الكلنا إيد واحدة من أجل بناء تونس، تونس الجديدة. أحيي الحواش، انتخبوا القائمة عدد 41، انتخبوا النجمة البيضاء، انتخبوا قائمة القطب الحداثي. على امتداد الفترة اللي فاتت الكل ديك أهم حاجة عملناها هي أن حكينا مع الناس وعيناهم فسرنا لهم، ومازال فما معناها خدمة كبيرة لازمها تتعمل في الجهات هذه الكل الداخلية. اللي يجيك ويقول لك باش نحل لك مشاكل راه ما ينجم حد يحل ما ينجمش. أنا في العام هذايا فما مشاكل عاجلة باش واحد يشوفها، باش نحاول تحاول هالعباد اللي باش تطلع تحلها مع الحكومة الجديدة اللي باش نعملوها خاطر فما حكومة أخرى. الشيء أول اجتماع نتاع الحملة بديناه في أم العرايس. نظرا شنو هم البرنامج اللي عملوه، هنا نبدو بالبلايس اللي فيها اكثر مشاكل المهمشه اكثر. مشينا معناتها اول اجتماع ذاك تقرا فيه البيان كله باللهجه ينجم يفهموها، الصاله معبيه موجوده الناس تسمع باهي تعدى بالكدا. انا مؤمنه اني لازم فما تغيير للناس هذي الضعيفه البسطاء اللي ظروفهم تعيسه، تشوف ناس اخرى عايشه مستوى معين واللي يكدح واللي اللي هو مثلا شركتنا تضوي على برسك على بلاد كامل، واحنا شو جري فينا الامراض تخرج شو تنوريلك اللي ستوك نتاع الفوسفات فصل العباد مصبوبه وتمشي تعمل تنمي في بلايصه اخرى والناس هنا مهمشه. نفديك يا حريه ونعطيك يا عالم في قلبي وعيني. كان واحد يجي باش يستفز يقول لك انت باش تنتخب نجيب شابي بي وعليك كيما اللي وقع غادي يقول له انت حر في رايك، انا راني نتكلم في السيده هذه باش نقول لك امتين ونروح. فرصه معناها استغليتها باش نذكركم في اليات العمل البورتا بورت. تصور من 6 نتاع الصباح يبدو لليل وهما يلهطوا من بقعه لبقعه ما يقعدوش،
فما حزام باهي موفري لهم كرهبهم الخاص الجماعة الكل يخدموا معاهم يدوهم وين يحبوا خدمة جبارة خدموها مش قاعدين ويعدوا ناس خدمت ثمانية آلاف ما عادش تعمل ايه مش لازم اشتروا اللي تعمل نهار ان شاء الله الوضع يتحسن باش اللي يخدم متريز ان شاء الله ربي عاد نلقاكم هذا المهم احنا فهمنا حسبونا ما عادش تخليوا حد توا لا ما خليوش حد والله بدون ديماغوجيا في الشارع التقي مع الرجال والنساء بل الرجال هم ياتون الي ويتحدثون عن مشاكل حقيقيه معناها مشاكل معيشيه قضايا الدستور الحريات والكل ولم اشعر اني مستهتكه كامراه او يرفضون اني امراه انا الحقيقه نشعر بالتونسي منفتح جدا علي انا ان نبين الانفتاح هذا في مكانه وانه ان اثبت قبول المجتمع للمرأة معناها يظهر لي هذا واجب النساء المترشحات بحكم اني امراه جافي لافونتاج اني نجمت نمشي للديار وتتقبل فاسيلمون كي انا ندق وتقول لي شكون نقولها سميره مدام حاجتي بيك من حزب العمل التونسي نجمش نكلمك دقيقه تحل الباب كي يبدا بجنبي زميلي ويقول لها انا علي ما تحلش الباب المرأة عندها دورها في الدار في وسط اسرتها البرة اني تشارك مشاركه فعليه مش تناصف شكلي فما الدول في الحملة شهدناها أنها تنصف شكلي فما قيمات تعمل في اجتماعاتها والواحد بلاش نساء اليوم ناقصني في الحملة متاعي سي لكمباني ميدياتيك فيكتيفمون تافز الجرائد وكل شيء هذاك عنده دور في الحضور وهذاك احنا نجم نقولك ناقصة فيه سيغ سو نيفو لا لي زافيش في الشوارع هذاك الكل لي سبوت شنو باش نعمل؟ كلمة نقولها لك انا، انا مشني صغير. اي. وهم ضاربيني حشاك الكلاب بالكرتوش ريتيه. لطف لطف. واش نقول لك؟ نايا خلقني ربي عريان في الدنيا هذه. ما صورت من شيء. ما عادش لا نخب الرئيس. اي. لا نخب الحزب. شيء اللي يعطيني الفلوس هكا وصاحبي انا نخب له. ساعات اني نحشب ساعات ما نعرفش نقول حاجه للعبد اللي قدامي يشكي لي ساعات عبيد جيت تشكي لي راني عندي راني نسمعها ما عنديش ما نرد ما عنديش ساعات وضعيات تلقى روحك حرجه فيها كيما الدار اللي دخلنا لها في ولاد سالم شو تعمل لها دار تقتر عليهم وعبيد معناها عايشين تحت معناها معدل الفقر بالنسبه لي ساعات كي نمشيو في تواصل يجي واحد يقول لك لا راه ما تعطينيش ورقه نتاع النهضه ما نحبش ساعات شكون بحذايا يعلق مثلا يقول له مش لازم ولا حاجه كل وين انا نشوف انا ما نحبش يكون عندنا حزب حتى ولو هو النهضه شنو اللي مخوفني يعني باش نرجع قرني تاني انا راني مانيش خايفه على روحي روحي انا سي خذيت وقربت فانت نعرف شنو اللي عندي اما نخاف على ولادي على بنتي تخرج من خدمتها ومن بعد رجلها يحكم فيها ومن بعد عاجم هذا اللي يخوفني انا يا سيدي انت شاركت في الثوره وحررت البلاد اي متعه نبنيه يعني فوالا ركحوا على البلاد هذيا تولي البلاد فيها ايوه شو قلنا اه مش نبنيه مش سلام عليك سلام عاشك ورحمة الله شو تخدم نجيب الشابي عاد تعرفت يا ديخو نجيب الشابي كيفاش تخدم نجيب واحد عاش ماضي انت تحكي على وقت اللي تحب تحكي انت تحكي على روحي انا توا وانا في حومتي لاني تونسيه تونس كل حومتي هكا يا عمر احنا اخوه واحنا توانسه واحنا مسلمين ومع بعضنا كلها تونسنا كله ديننا والافكار كل واحد مسؤول عليه كل واحد مسؤول وبيك اكثر وبيك اكثر مرحبا بيك في حومتي زاد كي تجي لحومتي فما شكون يهز ورقتي ويبدا يسيح ويعيط في الحومه ما تصوتوش لمراه ردوا بالكم لا خير في قوم ترأسهم امرأة ويهز في الورقة ويجري في الشارع ويقول يا ردوا بالكم تعرضت لهذا يا مبو قلتوا مش مشكل انت عندك رأيك ما تصوت لي شبا مسيش احترمني مش لازم تقعد تجري بورقتي وتوري فيها والمرأة هذه ما فهمتني ما لا قال لي تاريخ المرأة معروف في الحكم
كانت هناك أيضا مصاعب مالية بالنسبة للمترشحات ومصاعب تتعلق بتنظيم حملات جماهيرية تكلف الكثير من الأموال. كانت هناك مصاعب في موارد بشرية، لم تكن هناك فرق خاصة بالحملات الانتخابية، حيث أن القائمة الانتخابية لعبت دورين، دور المترشحين ودور الفريق القائم على تنظيم الحملة الانتخابية. كانت مهارات المترشحات محدودة جدا من حيث الثقة بالنفس، من حيث الحديث أمام الجمهور، من حيث مهارات الحديث مع وسائل الإعلام. وبذكر الإعلام، الإعلام أيضا لم يغطي الحملة الانتخابية للنساء بما فيه الكفاية مثل ما حظي به الرجال. عيتوا في سبور ولا؟ ايه. ساعة ولا ساعتين عملت؟ ساعة. ساعة. سعد والسامي. بصراحة هي الأم واقفة على أولادها هدوء أزيد، بيسك الراجل نهار كامل يخدم كل شيء يروح مخر. خافت شوية ضيعة نتاع الأولاد، قلت لها مثلا حتى مشكلة الأولاد تلبيهم أنا دواء أزيد. لا سي أنور، أنا وياه شريك عمري هذاك، معناها أنا وياك أون سو كومبليت. قلت لها شوف بور لا تونيزي أنا نعاونك للماكسيموم. برك الزاوية تعرف عليها معناها في حركة نوادي السينما منذ 82، نوقف معاها في كل ما تتلقاه من صعوبات في الشارع، تجي لقاه معناها في حالة نوعا ما تسمع كلام كذا، نحاول باش نهديها ونقول هذيك الظروف وندفعها نرفع من معلوماتها باش نجم تقدم أكثر وتساعدنا زادة في العمل بتاعي. هو مرآة، معناتها حتى كي نعمل حاجة نجي نحكي معاه وهو كيف يحكي معاه، معناتها يقول يعزز لي موقفي ولا نجي خايفة من حاجة يقول لي لا راهي بسيطة هذيك سي با البروبليم وبري واصل وكل. انا مقتنع معناها بالعمل هذا ومقتنع بالأهمية تاع المجلس التأسيسي ومقتنع بالتمشي هذا ومقتنع معناها بالحراك السياسي الموجود. اي مناضل واي انسان تقدم واي ديمقراطي واي انسان نزيه يعمل العمل هذا ويساند باعتبار المرأة نص المجتمع، وهذه فرصة للمرأة ان توري معناها طاقاتها وتبدع. ما نتصورش باش نمشي في اختلافات مع احزاب اخرى في الديمقراطيه والعداله الاجتماعيه، حتى كي باش يصير الخلاف ما باش نجم نمشي كان للديمقراطيه وما باش نجم نمشي كان للعداله وما باش نجم نمشي كان للحريه. ان شاء الله معناها تونس هذه ما تنهارش، ما دام فيها ناس صادقين ماش باش تنهار. كاو باش نجم نتكلم دو توت فاسون. إن شاء الله ينجحوا الديمقراط مهما كان، إن شاء الله ينجحوا الديمقراط. حصلت حركة النهضة على 90 مقعدا من مجموع مقاعد المجلس التأسيسي 217، أي ما يمثل نسبة 41.47%. وتحصل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية على 30 مقعدا، أي بنسبة تعادل 13.82%، فيما حاز حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. أول نهار كما فرحنا نهار الانتخابات، اليوم فرحنا بانطلاق الأشغال والسيادة للشعب إن شاء الله. بالمحاضرة الدكتورة مصطفى، أهلا.
ان شاء الله بالتوفيق ورب يعاونك يعيشك مدام. بارك الله فيك. ميرسي. خلال أول جلسة للمجلس التأسيسي التونسي المنبثق عن انتخابات 23 من تشرين الأول أكتوبر، فاز زعيم حزب التكتل اليساري مصطفى بن جعفر برئاسة المجلس أمام منافسته الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مي جريبي التي حصلت على 68 صوتا خلال الاقتراع السري. لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر لكل الأخوة والأخوات الذين صوتوا لترشحي، وفي ذلك كما تفضل السيد الرئيس انتصار للتعددية وللقطع مع الترشح الأوحد. معناها تو سامبلومون بعد الانتخابات نحس بنفسي معناها تعبه فيزيكمون تعبه، وما نقولش نفسيا تعبه، ما نفسيا عادش نحس بنفسي بلازي هكا، خديت دوز معناها اقوى مني. مانيش باش نطلع ومانيش باش ننجح، فرحانه باللي عملته خاطر وعيت برشا نساء، اساسا ما في انورمون بليزير. عملنا اجماع مش كبير، لانها فما حتى عندي شك في الفرز وفي برشا حاجات، اما عملنا اجماع. انجاز ما يكون من امر، هو انجاز، هو تقدم، هو ارتقاء نحو الاحسن، فهمت؟ الامور هذه راهي تتطلب تغييرات جذريه في المجتمع. المجتمع نتاعنا مازال ماهوش متهيئ باش يقبل يعني مبدا المساواه باتم معناه بالمعنى المقبول على المستوى الدولي اليوم مثلا، وفي البلدان الديمقراطيه ولا في البلدان الغربيه. المراه التونسيه على المستوى التشريعي وعلى المستوى القانوني متقدمه برشا، ولكن في المستوى الاجتماعي مازالت موخره